رحيل مفاجئ للقائد العسكري البطل عدنان الحمادي بتعز. ما هي ملابسات الحادثة؟ وما حجم خسارة مؤسسة الجيش ومحافظة تعز لهذه القامة العسكرية البارزة؟ قالت مصادر ميدانية إن قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي توفي إثر إصابته بطلق ناري عصر اليوم، لكن ملابسات الحادثة لازالت غير مؤكدة. الجهات الرسمية تقول إنها تباشر التحقيق فيها. إذن رحل الحمادي، الرجل الذي كون نواة للجيش الوطني وكان قائدا لمشروع مقاومة الانقلاب الحوثي في 2015. كان الرجل رمانة الميزان في محافظة تعز خلال السنوات الخمس الماضية. حضوره العسكري والسياسي مثل توازنا في تعز وملاذا من الاستقطابات الحادة فيما بينها، كما يؤكد كثيرون. القشيبي، الشدادي، اليافعي، واليوم عدنان الحمادي، قيادات عسكرية مثل رحيلها خسارة وطنية على مؤسسة الجيش والوطن بأكمله، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية. اللي هو 35 مدرع من الوهلة الأولى أعلن تأييده للشرعية ووقوفه إلى جانب الشعب، إلى جانب السلطة الشرعية في تعز. عندما أتت الميليشيات الإنقلابية إلى معسكراتنا وإلى مدينتنا تعز لتنهب كما مارست في المناطق الأخرى، نحن رفضنا هذا الشيء. وتعينت قائد اللواء من أول يوم وصل الحوثيين تعز. غاب كما تتمنى الأساطير، لم ينتصر ليموت ولم ينكسر ليعيش، لكنه ربما لم يجد قراءة اللحظة الأخيرة. لا يزال اليمنيون يتذكرون جيداً عشية 5 إبريل 2015، حين أطلقت قذيفة دبابة تابعة للواء 35 مدرع على تجمعات ميليشيا الحوثي، وبأمر من قائد اللواء عدنان الحمادي، إذاناً بانطلاق معركة الكفاح المسلح ضد ميليشيا الحوثي بتعز. في تلك اللحظة التي انكسر فيها الجميع وسقطت كل القوات العسكرية تحت هيمنة الجغرافيا، خاض الحمادي معركة مصيرية هو ورفاقه ومن وقف إلى جانبه من أبطال الجيش الوطني والمقاومة. كتيبة عسكرية لا يزيد عدد أفرادها عن 600 فرد بين ضباط وجنود، ظلت صامدة في مقر اللواء 35 مدرع في أطراف مدينة تعز. تحولت تلك الكتيبة إلى جيش مقاتل واتسع نطاقها وعدد أفرادها، وأفشلت كل ترتيبات ميليشيا الحوثي وقوات صالح لإسقاط تعز. لكن العميد رحل قبل أن تتحرر تعز كليا. يا له من رحيل دام، ويا لها من خسارة يتلقاها الجيش الوطني وتتلقاها تعز. صدمة يعيشها اليمنيون برحيل أحد أبرز قادة النضال الوطني الذي توفي إثر إصابته خلال تعرضه لمحاولة اغتيال في الحجرية بتعز. عدنان الحمادي أول الأسوار التي تعثرت عندها ميليشيا الحوثي، فقد كان عسكرياً من الطراز الرفيع، حيث تدرج في المناصب العسكرية في اللواء 35 مدرع حتى أصبح قائداً للواء بقرار الرئيس عبد ربو منصور هادي وعضو المجلس العسكري لمحافظة تعز. إننا أرى هذه الوجوه الطيبة التي نظرت نفسها ليس للجندية فقط من أجل الراتب، ولكن من أجل التضحية ومن أجل التحرير ومن أجل الكرامة. إن كرامتنا فوق كل شيء. أمتلك الرجل عدداً من الشهادات العسكرية، آخرها درجة الماجستير في العلوم العسكرية في العام 2007. ينتمي الحمادي لثوار 11 من فبراير، وقبل هذا ينتمي لوطن جريح ومحاصر من الجميع. أرحب بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة الخاصة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي هنا سيد محمد المقبل المحلل السياسي. أهلاً بك أستاذ محمد. أهلاً أستاذ وجيه، أهلاً وسهلاً فيك. حياكم الله. إذن عظم الله أجر الوطن جميعا وأجرنا جميعا في وفاة العميد عدنان الحمادي متأثرا بإصابته في ظروف غامضة. ما الذي يقال في مثل هذه الحادثة أستاذ محمد؟ والله للحديث عن عدنان الحمادي هو حديث
ذو مشاعر داخلية، مثلا يعجز اللسان عن الحديث عن هذه الفاجعة المؤلمة، هذا الفراغ الكبير الذي أحدثه. ولولا أنها بالرجل الخالد كان له حضور في وجدان اليمنيين، تقريبا أنا أصدقك القول أنه من أصعب الحلقات، وأنا لدي مئة الحلقات والمقابلات، هذه أصعب حلقة، لأن عدنان الحمادي يشكل حضور كبير جدا في الوجدان اليمني، الوجدان الشعبي والوجدان العسكري، لأنه تقريبا من القادة العسكريين القلائل. والحديث عنه يجب أن نعود إلى اللحظة التي ظهر فيها عدنان الحمادي. غالبا ما يظهر القادة العسكريين عبر التاريخ في أي دولة في العالم بقرارة التعيين. قرار التعيين يأتي من القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن وزارة الدفاع، وبالتالي يحضر هذه الشخصية العسكرية بناء على قرار تعيين جاء من فوق. عدنان الحمادي اختارته المعركة، وجاء قرار التعيين لاحقا للقرار الوطني الذي تصدر فيه هذا الرجل واللواء 35 مدرع، وهو من الألوية المحترمة الذي عادة الاعتبار لما كان يسمى بالجيش الوطني، الشرف العسكري الذي تهاوى ابتداء من تسليم صنعاء ومرورا في تسليم كثير من الألوية العسكرية من الحرس الجمهوري وكثير من الألوية. برزت ألوية معينة بينها اللواء 310 في عمران واللواء 35 مدرع، وكان يتمركز في المناطق الوسطى بين تعز والضالع على وجه التحديد. ثم ظهر في هذه المرحلة الراهنة شخص اسمه عدنان الحمادي كقائد عسكري اخترته المعركة، ثم جاء قرار التعيين لاحقا للشرف العسكري الذي برز فيه هذا الرجل، والذي أعاد لنا كيمنيين شعروا بجرح عميق جدا نتيجة الانكسار العسكري، نتيجة تهاوي المعسكرات وتهاوي القادة. فظهر هذا الرجل في مرحلة كان اليمنيون يتعطشون لأبطال عسكريين، فظهر عدنان الحمادي، ظهر عبد الرب الشدادي، ظهر أحمد يحيى الأبارة، ظهر الحوري، ظهر البعداني، ظهر من القيادات التي نحترمها ونجلها، ومنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر. فكان عدنان الحمادي هذا الحضور الكبير جدا في وجدان الناس، اخترته اللحظة الراهنة. ثم تأتي الخصوصية الجغرافية لظهور عدنان الحمادي من عمق جغرافي، له دور عسكري جمهوري محترم، أقصد بذلك هو امتداد للرمز الجمهوري الكبير عبد الرقي وعبد الوهاب، قائد بطل معركة 70 في صنعاء، والذي كان له حضورها الكبير في مرحلة كان اليمنيون يتعطشون في تلك المرحلة لبطل عسكري، فظهر عبد الرقي وعبد الوهاب. ثم اختتم حياة عبد الرقي وعبد الوهاب باغتيال آثم وجبان، وثم جاء اغتيال عدنان الحمادي ليعمق جرح عميق جدا له علاقة باغتيال القيادات العسكرية اليمنية، أيا تكون طبيعة هذه الحادثة، قد تكون جنائية، قد تكون حادثة عرضية، لكنه يفتح بداخلنا جرح مفتوح وعميق له علاقة باغتيال القيادات العسكرية من قبل أطراف في الداخل وفي الخارج لا تريد أن يتعافى شيء في اليمن اسمه الجيش الوطني الجمهوري. دعني أشك معنا في الحوار سيد المقبل الدكتور عبد القادر، أو قبل ذلك، قبل أن أذهب إلى الدكتور عبد القادر الجنيد، نشتك معنا فواز الحمادي مراسل قناة بلقيس من تعز. فواز، أعطني تفاصيل آخر التفاصيل لديك حول بداية عظم الله أجر الوطن وأجرك وجميعا وأجر الجميع في يعني وفاة العميد الحمادي، ما التفاصيل لديك بهذا الخصوص؟ نعم وجيه، أجرك عظيم وأجر الوطن عظيم في استشهاد الهامة الوطنية العميد الرفع عدنان الحمادي الذي خسر الوطن برحيله الكثير، كونه كان من أبرز رجالات الجيش الوطني، من أبرز القادة العسكريين الذين أعادوا لليمنيين الأمل بقوات الجيش الوطني وبالشرف العسكري. المعلومات تتحدث عن استشهاد العميد على يد شقيقه الذي أصيب ويتواجد حاليا في المستشفى لتلقي العلاج، وما يزال
على قيد الحياة بحسب المعلومات. هناك معلومات تضاربت بشكل كبير جدا حول سواء حول ظروف وحياة استشهاد القائد العميد عدنان الحماجي وحتى حول شقيقه. كل المعلومات كانت تحدث عن مقتل شقيق الحماجي، ولكن هناك معلومات أخرى تؤكد أنه ما يزال على قيد الحياة وأنه يتلقى العلاج وغير التحفظ عليه لمعرفة دوافع الجريمة التي ارتكبها. كذلك أيضا هناك عدد من الأشراف الذين كانوا يتواجدون في نفس المكان الذي أطيل فيه قائد اللواء 35 مدرع جرى اعتقالهم ويتواجدون الآن في السجن لمعرفة ظروف ودوافع الجريمة وتحقيق معهم حول الحادثة. عموما العميد عدنان الحمادي استشهد ويتواجد حاليا جثته في المستشفى الألماني بالعاصمة المؤقتة عدن، وهناك أنباء عن لجنة رئاسية للتحقيق في هذه الجريمة. هناك حالة طوارئ كبيرة تشهدها ريف الحجرية جراء هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق أحد أهم القيادات العسكرية في محافظة عزوة الجمهورية اليمنية. الرحيل الصادم للعميد الحمادي شكل موجة غضب عارمة وكذلك صدمة كبيرة في نفوس الناس. أغلب الناس يعني أخبرنا فواز، أخبرنا عن ردود الفعل سواء الشعبية أو الرسمية بخصوص مقتل العميد. موجة غضب عارمة تجتاح الناس هنا في ريف المحافظة. التقينا بالكثير منذ لحظات، يعني منذ بعد لحظات من انتشار خبر إصابة العميد الحمادي التقينا بالناس في النشمة، في العين، في السمترة، في مناطق عدة. الكل يبني على أن هذه الجريمة بشعة ارتكبت بحق الوطن ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق عليا لمعرفة ظروف ودوافع هذه الجريمة. البعض يشبهها بحادثة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، وآخرون يشبهونها بحادثة اغتيال قائد حصار 70 الشهيد عبد الرقيب عبد الوهاب. البعض لا يزال حتى اللحظة غير مصدق هذا الخبر، وهناك من يحاول من يقول أنها جريمة اغتيال سياسي دبرت للعميد الحمادي عبر أحد أقرب الناس إليه. والمعلومات حتى الآن ما تزال متضاربة حول دوافع هذه الجريمة، لكن ما نعرفه نحن أنه لا خلاف أسري بينه وبين شقيقه، وأن شقيقه لا يعاني من حالة نفسية كما نشرت بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية. شكرا لك فواز الحمادي مراسلنا من تعز على تواجدك معنا. بالعودة أو أذهب أرحب بمن ينضم إلينا من كندا عبر سكايب، دكتور عبد القادر الجنيد الناشط الحقوقي والسياسي. أهلا بك دكتور وعظم الله أجركم جميعا. دكتور، يعني وفقا لهذه الأنباء الأولية، ما الذي تقرأه في سياق رحيل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع؟ فقدنا فارس وفقدت اليمن فارس. سأحاول أن أشرح لماذا أنا أعتبره فارس. لماذا هو فارس؟ قبل أن أصل إلى نتيجة الفروسية والتي أستحقها، سأتعرض ما معنى أن يكون هناك لواء في جيش الرئيس السابق صالح، وما معنى أن يكون ما معنى اللواء 35 بالذات، وما معنى أن يكون ضابطاً من تعز في اللواء 35 ويقوم بحث مبادرة بحيث هو يصبح الرئيس الفعلي أو القائد الفعلي للواء 35، وبعدها يأتي تعيينه قائد للواء 35 مجرد تحصيل حاصل. سأبدأ بما معنى أن تكون ضابطاً في لواء من ألوية الجيش اليمني في العهد السابق، في العهد الرئيس صالح بالذات. كل القيادات يجب أن تكون من نفس الأسرة أو من نفس الأنساب، وإذا تطورنا قليلا فيكون من القرية، وإذا كان أكثر فمن القبيلة، وإذا كان خارج القبيلة فسيكون من إحدى الخمسة القبل الأخرى التي آخاها الرئيس علي عبد الله صالح، وهي القبل المحيطة بصنعاء. هذا أي لواء في الجيش اليمني من المهرة إلى صعدة، هكذا كانت تكويناته.
بالنسبة للواء 35 هو موجود من بعد الثورة مباشرة، المكان المفرق، لكن المنشآت أمر ببنائها الرئيس علي إبراهيم الحمدي أيام ما كان علي عبد الله صالح قائدا للواء، وهو الذي كان يصرف للمقاول الله يرحمه شمسان عون على المخرجات حق والمستخلصات حق المقاولة. إذن هذا يعتبر بناء عمله الرئيس علي عبد الله صالح، وله مكانة خاصة، المفرق، مفرق المخا والمقدمة التي هي المطار القديم في حذران في تعز، وكان مصدر دخل غير عادي، لأنه المخا هي كل الناس يعرفون أنها أكبر منفذ للتهريب في اليمن، وهو المنفذ الذي يهرب منه المشروبات الروحية إلى اليمن وإلى كل إلى الجزيرة العربية. من يدخل قائدا لهذا اللواء سابقا كان يصبح من المليونيرات. هذا المفرق المخا هو التي أرسلوا للرئيس الراحل علي عبد الله صالح عندما كان قائدا في تعز، أرسلوا له طائرة هليكوبتر بعد مقتل الرئيس الغشمي ليحضر إلى صنعاء وليجهزوه ليكون الرئيس القادم للجمهورية العربية اليمنية كما كان اسمنا في حينه. إذن اللواء 35، المفرق والمقدمة، مطار، مكان غير عادي. بعدين ندخل، ما معنى أن يكون ضابطا من تعز ومن الحجرية في هذا المكان ويتدرج في الترقيات حتى يصل إلى رتبة أعلى؟ أعتقد أنه سيكون، أنا متأكد أنه كان درجة ثانية. هناك طبقية وهناك تمييز في ألوية الجيش اليمني، وهذا يحكي مأساة اليمن كلها. يعني حكاية الذي مر به عدنان هو يحكي مأساة اليمن كلها، اللي هو التمييز القبلي والمناطقي، وهذه الأيام معنا تمييز جديد ظهر علينا وهو التمييز السلالي. سأنتقل بعدها إلى نقطة هامة. نعم دكتور. قامت 11 فبراير، أنا مش قادر أتخيل كيف واحد ضابط في اللواء 35 يقدر يقنع زملائه أن ينضموا إليه في ضمن هذه التراتبية الهرمية القبلية المخيفة. ما أعتقدش حتى أنهم كانوا أغلبية، بس كيف قدر هو يعمل هذا الدور؟ أنا أعتقد أنه نحتاج نوع من الصحافة الاستقصائية بين كل زملاء العميد الراحل، ويحكوا هذه الفترة ويحكوا لهم كيف كانت ظروفك، كيف قدر يقنع هؤلاء الزملاء أن ينضموا إليه، وكيف قدروا يقدر يقنعهم أن يتمردوا على تراتبية في منتهى القوة وفي منتهى الصلابة وفي منتهى القبلية وفي منتهى المناطقية. كيف قدر؟ هذه أعتقد أنها مزايا، يعني مزايا في القيادة ومزايا في الروح ومزايا في حس المبادرة. نعم بعدين كيف يتخذ قرار إنه يتمرد؟ هذا يعتبر تمرد عسكري، لكنه تمرد كان لصالح نحن. أنا أذكر هذه الفترة، أنا كنت في تعز حينها في بيتي، وكنا نسمع دوير. كان المكان في حذران هو محاط بالتلال من كل مكان، وكانت التلال كلها قد احتلتها الدفاع الجوي واللواء، عناصر اللواء 22 الذي يتمركز في المطار الجديد وفي الأماكن الأخرى هذه في الجند، وكانوا يضربون عليه من أعلى، كانوا يضربون حتى على سيارات الإسعاف التي تدخل لنقل الجرحى. ومع هذا صمدوا، ومع هذا استبسلوا وعملوا قصة عجيبة. هذا ما يقدرش يعمل كذا إلا شخص ممكن نطلق عليه لقب الفارس. لهذا أنا أقول إن إحنا فقدنا فارس لتعز وفقدنا فارس لليمن كلها، وإن كنت أكيد والفرسان دكتور لن ممكن تكفي الواحد هذه يفكر الحلقة في بكل تأكيد مهني، لذكر بس إنك مآثر تكون فارس وصاحب مبادرة الحمادي في هذا وتقوم السياق دكتور بهذا الدور، بكل تأكيد، فأعتقد إنه شيء مميز. وهذا الأمر يحتاج إلى إفراد الكثير والكثير من الساعات التلفزيونية وحتى باقي شي حاجة الأفلام أسأل معي الوثائقية، لكن قبل على كل حال يمكن فيما يتعلق سؤالك
بالتحليل السياسي فيما يتعلق بما حدث وتداعيات ما حدث. دعني هنا في هذه النقطة أعود إلى السيد المقبلي. سيد محمد، يعني الآن فيما يتعلق بالمعطيات التي قدمها فواز والتفاصيل الأولية، أقصد مراسلنا من تعز، بالتفاصيل الأولية حول مقتل العميد الحمادي، ما الذي تجده فيه؟ في حقيقة الأمر في اليمن هنالك غموض فيما يتعلق بالجريمة السياسية والجريمة العسكرية التي ترتكب بحق القيادات الوطنية، أو بمن أسماه الدكتور عبد القادر بالفارس، هو كان فارس طبعا، نتفق مع الدكتور جملة وتفصيلا. هنالك شيء في اليمن له علاقة بالغموض في الجريمة السياسية، هنالك قيادة عسكرية. هل هي جريمة سياسية مبدئيا؟ لأن الأخبار، هناك شائعات كبيرة حول دور أخيه فيما يحدث، وهناك من يتحدث على أن هذه إشاعات في سياق حرف المشهد إلى حد ما. أنا أرى أن من وجهة نظري الشخصية، حتى تتضح تفاصيل المشهد، يندرج الأمر في سياق الجريمة السياسية. حتى على حتى لو كانت القضية جنائية 100%، الخسارة السياسية كرمز عسكري وأحد رموز استعادة الجيش اليمني والمقاومة اليمنية في جغرافيا حساسة مثل تعز على وجه التحديد، مخرجات هذه الحادثة وهذا الفجيع لها آثار كبيرة على مستوى الوطني وعلى المستوى العسكري على وجه التحديد. لكن دعنا نتحدث عن نقطة في غاية الأهمية فيما يتعلق بمعرفة الحقيقة. كل القيادة الوطنية الذي تم اغتيالها أو عدد منهم على وجه التحديد، كانت الأخبار الأولية تتحدث عن أن الأمور حدث عادي جنائي. يعني مثلا دعني أضع لك نموذج معين. مثلا في اللحظة الأولى لاغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي وضعت بجوار الفرنسيات، والدوائر الاغتيالات التي قامت بهذه الجريمة قالت أن الأمر يتعلق بجريمة شرف لا علاقة بوجود نساء بجوارها. ثم بعد ذلك ظهرت الحقيقة أن الأمر مختلف تماما. قيادة عسكرية، وأنت أخي وجيه من المتابعين، تعرف أنه في اللحظة الأولى كان يقال أنهم ضربوا نتيجة للضربات الخاطئة من قبل مقاتلة التحالف، ولكن الأيام دارت واتضح أن الأمر كانت جريمة بكل ما تعني الكلمة. طيب بمعنى في هذا السياق إذن من المستفيد؟ المستفيد كل من لا يريد بناء جيش وطني جمهوري يشكل نواة أساسية لعافية الدولة اليمنية، كل من لا يريد أن تكون قيادة الجيش اليمني الجمهوري لها علاقة بالتوازن الوطني من كل مناطق اليمن على وجه التحديد، هو المستفيد بالدرجة الأساسية. لأن فرص تعافي الدولة اليمنية في هذه المرحلة الراهنة لها علاقة بتعافي دعائم هذه الدولة اليمنية، ودعائم هذه الدولة اليمنية في المقام الأول الجيش، أن يكون هناك جيش يمني جمهوري يحمي النظام الجمهوري ويحمي اليمن أيضا من المهددات للدولة اليمنية، سواء كانت تلك المهددات داخلية أو خارجية. لكن أنا مع أن يذهب الجميع إلى معرفة الحقيقة بكل ما تعني الحقيقة من تفاصيلها، أن حتى إذا تم إثبات بالفعل أن أخوه هو من قام بهذه الجريمة، يجب أن يكون هنالك معرفة حقيقية استقصائية كاملة المعالم. قد يكون الأخ مثلا ضحية تعبئة من نوع ما، من الذي كانوا جلساء أخوه قبل هذه الحادثة، ولماذا ظهرت هذه الحادثة، وهل قائد عسكري محنك وذكي ويمتلك الروح القيادية يمكن ابدا يمكن ان يعتقد؟ هل يمكن ان تكون هذه الروايه للتشويه؟ لتشويه ما حدث؟ لا اعتقد لان هناك مساله الحديث عن الصرفه وما شابه. هل يمكن ان يكون؟ انا شخصيا لا اعتقد ابدا. روح الاخوه ليست بتلك اللحظه الذي ممكن ان تكون دوافعها الاساسيه النزعه الماليه على وجهه نظري الشخصيه. يعني يمكن ان تكون محاوله لتشويه ما حدث بالضبط. قد يكون استغل، اذا ما كانت الجريمه جنائيه بالفعل، قد يكون هنالك استغل الاخذ بطريقه ما. مثلا قد يكون هنالك من وسع هذه الفجوات ومن ضخمها ومن عظمها، وبالذات اذا كان هذا الشخص مثلا لديه قصور في التفكير، ويعني اكل الكتف من الدائره الاضعف. يعني يجب ان يكون هنالك تحقيق شامل يبحث في كافة الملابسات التي حصلت والتي حدثت، وبالذات فيما يتعلق في هذا الظرف الحساس الذي تمر به اليمن بشكل عام وتعز بشكل خاص. يجب أن لا نقتنع بالرواية الأولى، يجب أن يكون هنالك
معرفة حقيقة. هو يفترض أنه سيكون معنا مقربون جدا من العميد عدنان الحمادي خلال هذه الحلقة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ذلك، لكن برأيك، أو دعني أسأل الدكتور الجنيد فيما يتعلق بالتفاصيل الأولية الآن الموجودة، دكتور الجنيد، فيما يتعلق ب مقتل العميد الحمادي، ما الذي تقرأ في ثنايا هذه المعلومات الأولية التي رشحت إلى الآن؟ إلى الآن المصادر الرسمية لم تعطي معلومات وافية حول ما الذي حدث بالضبط. المصادر المقربة تقول أن هناك عملية إطلاق رصاص على الرأس، هناك حديث على أيضا على أن مرافقي العميد الحمادي قاموا بإطلاق الرصاص على شقيقه الذي قام بإطلاق الرصاص على العميد الحمادي. ما الذي تقرأ في ثنايا هذه التفاصيل؟ سابق لأوانه، أنا أعتقد أنه تحقيق، وما والحقيقة دائما تظهر إن عاجلا أو آجلا، سابق لأوانه الأحكام. طيب، فيما يتعلق بالتداعيات يعني وفاة العميد، هناك من يتحدث على أن تواجده الآن، أقصد على التداعيات السياسية كما أشار لذلك ضيفي هنا السيد محمد المقبلي، أن حتى وإن كانت هذه الجريمة جريمة جنائية فلها تداعيات سياسية كبيرة جدا. ما هي التداعيات التي تقرأها أنت؟ ما أنا مشكلتي أن أتكلم بالوسط وبصراحة على طول. تفضل. أكيد أنه تعز حصل فيها استقطاب عسكري، يعني في الصفوف المنضوية تحت الشرعية فيها استقطاب عسكري. العدنان الحمادي كان على أحد رأس الاستقطابات في الحجرية في التربة، وقيادة المحور وعدة قادة ألوية في مدينة تعز وجبل حبشي والمخلاف والأماكن الأخرى. بكل أسف هذا وضع مش جيد، ويقال أن أركان اللواء 35 الذي يعمل مع الحمادي هو أصلاً الله أعلم، بس هذا ما سمعته، أنه منضوي للإصلاح، لحزب الإصلاح. أصبحت في هناك حساسيات، أنا كنت أتمنى أن لا نقع في هذه الحساسيات. تعز ليس في تاريخها حجرية ومخلاف وشرعب وجبل صبر وجبل حبشي والمسراخ والنشمة، نحن لا نعرف هذا الكلام، هذا الكلام كله تم استحداثه في هذه الأيام. وبكل أسف هنالك ما يحدث في الساحل الغربي وما يحدث في عدن من مجلس انتقالي، وهو اللواء 35 والحجرية زي الساندويتش وسط ما بين الساحل الغربي وما بين المجلس الانتقالي وما بين قدامها التكوينات الأخرى، رفقاء السلاح حق اليومين الماضيين. إذا كان هنالك تداعيات فنرجو أن لا نقع في هذه المطبات، إذا كان هناك تداعيات فيا ليت يستمر نفس لون اللواء 35. يقال تلقى عليه بالتهمة بالحزبية وبأشياء أخرى. أنا ليس مرتبط بذهني عدنان حمادي أو اللواء 35 بالحزبية. نعم هناك تأييد حزبي له من هنا وهناك بسبب الانشقاقات بين أصحاب اللقاء المشترك، اللي أتمنى أنه تحتفظ الحجرية ويحتفظ من سيتولى زمام اللواء 35 بنفس اللون وبنفس النكهة وبنفس الرائحة لحفظ التوازن في تعز. نعم، أنا أشاهد الآن استمرار التعازي الرسمية في وفاة العميد الحمادي قائد اللواء 35. دعنا دكتور نرحب بمن ينضم لنا الآن عبر الهاتف من تعز، العقيد عبد الباسط البحر الناطق باسم محور تعز ينضم لنا من هناك. أرحب بك سيادة العقيد، ما المعلومات المتوفرة لديكم بخصوص مقتل العميد الحمادي؟ حياك الله أخي الكريم، وحيا ضيوفك الكرام، وحيا المشاهدين جميعا.
الحقيقة تعز اليوم تعيش يوم مأساوي وفاجعة كبيرة باستشهاد أحد أعمدة الجيش الوطني في تعز وأحد أبطال المشروع الوطني والمقاومة والجيش الوطني ضد الميليشيات الحوثي منذ البداية، وهي يعني من الفجائع الكبيرة والمصائب التي حلت بتعز أن تفقد يعني خيرة أبطالها وخيرة رجالها الميامين الذي لهم تاريخ عسكري ومجد قتالي ويعني خبرة ميدانية وواجهوا وقادوا معارك وخاضوا لبنات البناء المؤسسي للجيش، وكانوا من أوائل القادة الذين انضموا إلى الشرعية وإلى المشروع الوطني الجامع. الحقيقة بالنسبة للمعلومات، نحن إلى الآن في قيادة محور تعز يعني رغم طلبنا وإلحاحنا على الإخوة في مركز القيادة والسيطرة في اللواء ببلاغ عملياتي بالموقف والناشئ وتطوراته، لكن لم يتجاوب المركز حتى هذه اللحظات. وهناك طبعا لجنة اقترح تشكيلها المحور وبرقية عاجلة إلى الأخ محافظ المحافظة وأيضا إلى القيادة العليا بتشكيل لجنة بأسرع وقت يعني لجنة مختصة ومن فنيين يعني كشف ملابسات ما حدث وإعلانه للرأي العام بكل شفافية ووضوح، لأن حادث مثل هذا يعني العميد البطل الشهيد الحمادي لم يكن يمثل نفسه، هو يمثل الجيش الوطني ويمثل الدولة ويمثل الشرعية والمؤسسات الرسمية ويمثل تعز وأبناء اليمن جميعا. فيعني استهداف الحمادي هو استهداف للمشروع الوطني وللجيش الوطني وللشرعية ولتعز واليمن، وبالتالي يعني قضية مثل هذه يعني بهذا المستوى ينبغي أن تأخذ يعني الوقت الكافي، وأن يكون هناك أيضا اللجان المختصة والمهنية التي يعني تكشف. يعني ليست لديكم معلومات أولية حول ما الذي حدث، ما طبيعة ما حدث بالضبط؟ المعلومات التي لدينا يعني هي معلومات شخصية بتواصلنا مع الزملاء ومع بعض ما الذي لديكم؟ أعطنا سيادة العقيد. لا، هذه تترك للجهات الرسمية، لأنه نحن يعني كجهة رسمية لابد أن يكون لدينا بلاغ عملياتي بالموقف الناشئ يعني وتطوراته، يرفع من مركز القيادة والسيطرة في اللواء، ويعني حتى تكون التراتبية وتسلسل المعلومات صحيحا ورسميا. لكن الجهات الرسمية، ونترك المجال للجنة التحقيق التي تشكلت وأعتقد أنها قد بدأت تمارس أعماله لتأتي بالمعلومات الدقيقة والصحيحة، ونترك هذا للجهات المختصة. شكرا لك إذا سيادة العقيد عبد الباسط البحر الناطق باسم محور تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بالعودة إليك سيد المقبلي، هناك اتهامات لكثير من الأطراف يتداولها ناشطون الآن، أراها في وسائل التواصل الاجتماعي، لهذا الحزب أو ذاك بالاستفادة أو بغيره. ما طبيعة أو هل يعني تحمل هذه الاتهامات من وجهها إن صح التعبير؟ أنا أعتقد من غير الموضوعي أن يتم الحديث عن شيء رسمي ما لم يكن هنالك معلومة مصدرها تحقيق عادل ونزيه يبحث في طبيعة الحادثة ثم بعد ذلك مآلة هذه الحادثة. لكن أنا شخصيا أستغرب مثلا العقيد البحر وهو يتحدث على أنهم لا يزالوا في قيادة المحور منتظرين لبلاغ عملياتي من قبل مركز القيادة والسيطرة في اللواء. هو يبدو أنه محرج، يعني لا يريد يعني إعطاء تفاصيل حول ذلك. أعرف، لكن حدث في مثل هذا حدث جلل كان ينبغي مباشرة أن يكون هناك لجنة ميدانية تنزل من قيادة المحور مباشرة إلى اللواء.
لأن هذا حدث ليس بالحدث الاعتيادي الذي مثلا تنتظر فيه مسألة التراتبية والسلاسة في مسألة إيصال المعلومة للاستنتاج. فيما يتعلق حتى وكالة سبأ إلى الآن لم تنشر خبرا حول تفاصيل ما الذي حدث بالضبط، وهي وكالة رسمية للدولة اليمنية. أيوة، وبالتالي كان يفترض أن يكون في مثل هذا الحدث والجريمة التي ارتكبت، كان يفترض أن يكون هنالك لجنة تنزل مباشرة إلى الميدان، على الأقل لا تعطي تحقيق متكامل وشامل ومفصل، لكن على الأقل من خلال وصولها إلى مسرح الحادث تستطيع أن تنقل للرأي العام وحتى للقيادات العليا في التراتبية السياسية والتراتبية العسكرية ما يمكن أن يكون بالانطباع الأول، يعني أنه مثلا إذا كان هناك الحادث أنه حدث إطلاق نار يرويها المرافقين ويكون هناك خبر عنوان معين لهذه المعلومة، ثم بعد ذلك يأتي التحقيق الشامل الاستقصائي الذي يجب أن يكون له علاقة بمعرفة الحقيقة. وبالتالي أنا أرى أنه في مثل هذا القضايا الحساسة دائما ما تميع القضايا الكبيرة والعادلة من خلال هذه المناكفات التي يفتقر فيها للحس الوطني في التعامل مع قضايا مثل هذه. بإمكان أن يكون لك المناكفات السياسية تكون مشروعة فيما يتعلق بالأحداث السياسية بالتصريحات بالخطابات، لكن قضية مثل هذه تمس وتر حساس ومهم جدا داخل بنية الجيش الوطني ويعتبر جزء من التاريخ العسكري اليمني في السنوات الأخيرة. إذا ما تحدثنا عن استعادة الدولة اليمنية واحترام الشرف العسكري والولاء للنظام السياسي الجمهوري وعدم إهانة البزة العسكرية والخضوع للميليشيا، سيذكر التاريخ الوطني العسكري شخصيات كثيرة من بينهم عدنان الحمادي. فأنا أرجو ألا يتم استخدام المناكفات السياسية والحزبية في قضايا حساسة، يعني يجب إدارة اللحظة بشكل جيد حتى تنجو تعز من أي تداعيات لذلك. أنا أفهم ذلك. دعني أنتقل في هذا الخصوص إلى الدكتور عبد القادر الجنيد. دكتور، كيف يمكن لتعز أن تنجو من مثل هكذا حادثة الآن، خصوصا مع يعني أن لا أحد يبدو أنه يتحمل، يعني هناك حالة استقطاب شديدة، هناك حالة مناكفات إعلامية سياسية كبيرة جدا إلى حد كبير، كيف يمكن أن تتجنب تعز إلى حد كبير تداعيات هذه الحادثة؟ مرة ثانية أخ وجيه بتسأل سؤال وأنا طبيعي دغري أجاوب على طول بالوسط. العلاقة باردة جدا بين الألوية التي في مدينة تعز وبين اللواء 35. هم لا ربما لم يرسل لهم أي بلاغ عملياتي لأنهم أصلا متقاطعين لا يتكلمون، وهناك خط مواجهة أعتقد في البيرين، يعني في قوات من الألوية التي في المدينة ذهبت هناك ودخلت في مناطق عمليات اللواء 35. الوضع بائس يعني، وهذا يسري على كل مكونات الشرعية، تناحرات ومنازعات وصدامات ومواجهات وأشياء عجيبة جداً، وتعز تعتبر طيب مثل صارخ. طيب برأيك دكتور كيف ستؤثر هذه الحادثة مشكلة يعني الشرعية وأزمة الشرعية يعني. الأول تكلمنا عنها على الحمادي. تعز بائسة جدا جدا بسبب هذه النزاعات وقد أثرت وستؤثر، وأصلا نحن أنت تقول ستؤثر على عمليات تحرير تعز، لا توجد هناك عملية تحرير لتعز ولا أحد حتى يتكلم عنها، لا في قمة الشرعية ولا في قمة التحالف ولا في قواعد المقاومة ولا في قواعد الألوية ولا في المسؤولين في تعز. لا أنا لا أول مرة أسمع عن كلمة تحرير تعز الحين منك من يمكن سنة، لا أحد يتكلم عن تحرير تعز، لا يوجد شيء اسمه تحرير تعز، وهذا جزء من مأساة تعز، مدينة بطلة، محافظة بطلة، ويتم التخلي عنها من كل جانب. أعود إليك سيد المقبل حتى من أهلها. نعم،
أعود إليك سيد المقبل الآن، ما الواجب عمله لتدارك هذا الرحيل إن صح التعبير؟ هنالك نقاط في غاية الأهمية. أول نقطة أن يتم التعامل مع جريمة اغتيال الشهيد القائد عدنان الحمادي كحالة استثنائية، حالة استثنائية تتوجب الاستنفار الكامل من أعلى مستويات الدولة اليمنية وبالذات القيادة العامة العليا للقوات المسلحة، وألا يتم التعامل معها حتى ضمن الأحداث المتوسطة. يجب أن ترتقي هذه الحادثة إلى مصاف الحدث الكبير والاستثنائي، وعلى ضوءه تجرى العديد من الترتيبات، من بينها أن يكون هنالك لجنة تحقيق عليا تحترم حق معرفة الحقيقة وحق الحصول على المعلومة، وتتمتع بقدر كبير جدا من النزاهة لأسباب كثيرة، من بينها إذا لم يتم التعامل وفق منظور معرفة الحقيقة بقدر كبير جدا من النزاهة، هذه قضية حساسة ربما ستفتح المجال أمام مآلات خطرة جدا لها علاقة بما يمكن أن نسميه بتفسخ النسيج الوطني، وبالذات داخل بنية الجيش الوطني الجمهوري. هنالك غبن كبير يتعلق بمسألة التوازن الوطني داخل قيادة العسكرية للجيش اليمني. كان عدنان الحمادي ومجموعة من القيادة العسكرية، دعني أكون شفاف على طريقة الدكتور عبد الباقي عبد القادر الجنيد، بكل صراحة من بعد اغتيال عبد الرقيب عبد الوهاب وبعد اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، تم استثناء محافظات بعينها من أن يكون لها الحق في أن يكون لديها قيادات عسكرية في مواقع جيدة داخل بنية الجيش الوطني، لأسباب تتعلق بالصراع الوطني السياسي والجمهوري الذي ألقى بضلاله. في هذه الحرب هنالك بدأ التوازن الوطني يلوح في الأفق، وبدأنا لأول مرة نشاهد مناطق بعينها داخل اليمن تتبوأ حقها المشروع في أن يكون لديها قيادات داخل بنية الجيش الوطني. باغتيال عدنان الحمادي سنعود إلى ذات الدائرة وإلى ذات الغبن الوطني والاجتماعي والغبن الجغرافي. هنالك ما يمكن أن نسميها بالجغرافيا المضطهدة الذي تم استثنائها من داخل بنية الجيش العسكري باغتيال الرئيس باغتيال القائد عدنان الحمادي. إذا لم يكن لك معرفة حقيقة وإن يكون هذا الحدث يتم التعامل معه كحدث استثنائي لا علاقة بالجيش الوطني، وأن يكون لك لجنة تحقيق عالية ومهنية تبحث في تفاصيل ملابسات وتداعيات الحادث بما في ذلك حتى إذا افترضنا أن أخوه من أطلق عليها النار، يجب أن يبحث مع من كان يتواصل أخوه، قد يكون ضحية تعبئة مستواه الذهني، طبيعة العلاقة بين الحمادي وبين أخوه. لا يمكن أبدا أن أخ يفتح يعني هو هناك أنباء عن أن أخيه الآن في المستشفى، وهناك محاولة لإبقاء الإبقاء على حياته قدر الإمكان، والمعلومات متضاربة حول ذلك. كلمة السر عند المرافقين، كلمة السر عند من كانوا الدائرة القريبة من القائد عدنان الحمادي. عدنان الحمادي لديه مدير مكتب، هو قائد لواء، لديه مرافقين شخصيين على المستوى، لديه جلساء شخصيين. كلمة السر داخل الدائرة التي تحيط بالقائد عدنان الحمادي، وحتى هذه اللحظة الدائرة المقربة من القائد عدنان الحمادي هي تعرف الملابسات. لا يستبعد أبدا أن إذا كان هناك نزاعات سابقة أن يكون هذه الدائرة المقربة من الشهيد قد تعلم بتفاصيل هذه الحادثة على وجه التحديد، فبالتالي يجب أن يكون هناك معرفة حقيقة. لكن أول هذه النقاط أن نرى توجه رئاسي من القائد الأعلى للقوات المسلحة للتعامل مع اغتيال القائد عدنان الحمادي كحدث استثنائي، على ضوءه تشكل لجنة رفيعة المستوى ذات قدر جيد من المهنية وتتعامل مع هذا الحدث باعتباره حدث عالي المستوى وحدث استثنائي، وعلى ضوءه تجرى التحقيقات وفي القريب العاجل وتجرى ملابسات الحادث، وبالذات أن الذين كانوا موجودين عند القائد عدنان الحمادي لا يزالوا على قيد الحياة مرافقين وغيرهم. إذا ما تم التعامل بأنه حدث عالي واستثنائي هنا ستتضح لنا كثير من الخيوط من بينها المستفيد السياسي. كلمة أخيرة دكتور الجنيد في نصف دقيقة إذا سمحت.
الحصار مصعوق، ما فيش كلام كثير. أنا يعجبني نقاط، متأثر جدا، حزين جدا، متألم جدا، لكن تعز ولاده واليمن ولاده، والمفروض أنه القيادة الرئاسة كلهم لازم شوية يكونوا يسألوا، لازم شوية يكونوا يتواصلوا، لازم يجي لتعز، يجي الرئيس هادي لتعز، يرسل الناس برا للحجرية في طريق آمن ممكن يوصلوا، ولازم على الأقل يعزوهم في مصابهم الكبير هذا، على يرجعوا نوع من الروح لداخل هذه المحافظة التي تروي شيئا وشيئا. شيء مزعج، شيء حزين، ويأتي فوق هذا الإزعاج وفوق هذا البؤس فقدان أحد فرسان تعز وأحد فرسان اليمن. رحمة الله. إذن تخشى. شكرا لك دكتور عبد القادر الجنيد، الناشط الحقوقي والسياسي، كنت معنا عبر سكايب من كندا. شكرا موصول لك أستاذ محمد المقبل، الكاتب والناشط السياسي، على تواجدك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، عظم الله أجركم في العميد عدنان الحمادي. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. دمتم ولطم بألف خير، في أمان الله.